قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أن الطفل ياسين سليمان أبو خوصة البالغ من العمر 10 أعوام استشهد وأصيبت شقيقته ياسمين 6 أعوام وشقيقه أيوب 13 عاما بجروح إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت فجر السبت قطاع غزة. زعم الاحتلال أنها رد على إطلاق صواريخ سقطت في وقت سابق في ستيدروت. في الأثناء أكدت مصادر فلسطينية أن وفدا من حركة حماس غادر قطاع غزة السبت إلى مصر في أول زيارة إلى القاهرة منذ الانقلاب العسكري بقيادة السيسي. وذكرت الأنباء أن الوفد سيلتقي رئيس المخابرات ومسؤولي ملف فلسطين في الجهاز، وأن الزيارة جاءت نتيجة تفاهم مسبق مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل. نتابع. في محاولة لفك عقد الأزمة المتصاعدة بين القاهرة وغزة، عبر وفد من قيادات الصف الأول في حركة حماس معبر رفح متجها للقاء مسؤولين مصريين أملا في إزالة التوتر بين الجانبين. وفد حماس ووفقا لمعلومات متطابقة يتكون من أعضاء في المكتب السياسي للحركة، وهم موسى أبو مرزوق ومحمود الزهار وخليل الحية وعماد العلمي وماهر عبيد. ومن المقرر أن يلتقي الوفد مدير المخابرات المصرية. الزيارة تأتي بعد حوالي أسبوع على اتهامات القاهرة لحماس وجماعة الإخوان المسلمين بالتورط في اغتيال النائب العام المصري هشام بركات، والذي قتل في 29 من شهر حزيران الماضي بانفجار قنبلة وضعت أسفل سيارته. حماس رفضت هذه الاتهامات وأكدت وقوفها على الحياد تجاه الأزمات المصرية وباقي قضايا المنطقة، إلا أن القاهرة ومنذ الانقلاب العسكري في العام 2013 واصلت توجيه الاتهامات لحماس بالتدخل في شؤونها الداخلية. القاهرة لم تكتفي بالاتهامات بل قامت بإجراءات تصعيدية، أبرزها إغلاق معبر رفح مع قطاع غزة وهدم الأنفاق شريان الحياة في ظل الحصار المفروض على القطاع منذ حوالي 9 أعوام. كما شن الإعلام المصري حملة تحريضية على حركة حماس، ودعا بعض الإعلاميين الجيش المصري لتوجيه ضربة عسكرية للقطاع. ملف اغتيال النائب العام هشام بركات لن يكون الملف الوحيد على طاولة الحوار بين القاهرة وحماس، ففي حقائب الطرفين الكثير من القضايا الخلافية العالقة، أبرزها ملف معبر رفح وقضية المصالحة الفلسطينية، بالإضافة إلى تفنيد اتهامات القاهرة لحماس بتورطها في الأزمات الداخلية المصرية. وربما سيكون على الحركة أن توضح طبيعة العلاقة مع جماعة الإخوان المصنفة مصريا بالجماعة الإرهابية. وصول الوفد إلى القاهرة ولقائه المسؤولين خطوة على طريق فك العقد العالقة بين الطرفين، لكن ما يخشى منه التدخلات الإقليمية والدولية في اللحظة الأخيرة. مشاهدينا، وينضم إلي من قطاع غزة الصحفي والكاتب إبراهيم مسلم. أرحب بك سيد إبراهيم. إذن لو بدأت معك بالغارات على قطاع غزة، الغارات الإسرائيلية، ما هي أهدافها أو أسبابها الحقيقية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد أن هذه الغارات التي لم تتوقف بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة، والتي تأتي في كل وقت وحين على مزاج السلاح الجوي الإسرائيلي، بعد ردها اليوم على بعض الصواريخ، عفوا الأمس، على بعض الصواريخ التي انطلقت من قطاع غزة، دعا جيش الاحتلال بأن هنالك صواريخ قد سقطت على مدينة سدرات المحتلة، وبالتالي قام سلاح الجو الإسرائيلي بقصف عدة أماكن في قطاع غزة في وسطه وشماله، من ضمنها مواقع عسكرية تابعة لكتاب القسام وأماكن فارغة. هذه الغارات أدت إلى استشهاد طفلين شقيقين من عائلة أبو قوصة، ياسين أبو قوصة وشقيقته إسراء. اليوم شيعت جماهير شمال قطاع غزة الشهداء الاثنين وسط هتافات ووسط غضب شديد على اغتيال وقتل هؤلاء الأطفال، وبالتالي كان لابد من وجود كلمة للمقاومة الفلسطينية التي أتت من خلال بيان عسكري لكتاب القسام أن هذه الدماء دماء ذكية ولن تذهب هدرا، ولن يعني نعمل على استسهال
الدم الفلسطيني لأطفال فلسطين أمام مرأة مسمع ومسمع العالم أجمع. وحذرت القسام خلال هذا البيان العدو من مغبة استمرار عدوانه على غزة، وأن للمقاومة الفلسطينية حدود، وبالتالي نعى القسام هؤلاء الأطفال الذين استشهدوا اليوم وتم تشييعهم بعد ظهر اليوم رحمهم الله. على كل حال، في موضوع آخر سيد إبراهيم، في قضية زيارة وفد حركة حماس إلى مصر، ما هي الدواعي الآن؟ هل الموضوع متعلق بما اتهمت به حماس الأسبوع الماضي بدور لها في اغتيال النائب هشام بركات، أم للموضوع أبعاد أخرى؟ يعني أعتقد أن هذا اللقاء والذي كان بعيدا عن تصريحات عبر الإعلام كان معد مسبقا قبل ملف اغتيال هشام بركات، لأن سيكون هناك لقاء مع المخابرات المصرية ووفد من حركة حماس ممثلة بنائب رئيس المكتب السياسي موسى أبو مرزوق، لكن ما طفى على السطح هو قضية اغتيال بركات واتهام وزير الداخلية المصري لحماس بالضلوع في اغتياله. جاءت هذه الجهود الخارجية التي قام بها بعض الجهات الخارجية ليكون هناك وفد من حماس يلتقي بالداخلية، يلتقي بالمخابرات المصرية التي لم تنقطع هذه الاتصالات معها، مع حركة حماس، خاصة بعض ما حدث في جمهورية مصر العربية. الدلالات الأخرى هي ليست فقط ملف هشام بركات، وإنما قضية المختطفين الأربعة الذين اختطفتهم جهات معلومة لدى حماس حسب تصريحاتها في الجانب المصري، وملف آخر هو الحصار على قطاع غزة وفتح معبر. كشيء إيجابي هو الجلوس اليوم ووصول الوفد إلى القاهرة للجلوس مع وزير المخابرات المصرية، ومن ثم نبقى على نتائج هذه الزيارة، ونعتبر أن هذه المرة الأولى بعد الانقلاب في مصر يجلس قيادة المخابرات المصرية مع وفد من غزة. أشكرك بحركة حماس. أشكرك جزيلا سيد إبراهيم سلم الصحفي والكاتب، كنت معي من غزة. دكتور محمد قواص، يعني نتائج كما ذكر سيد إبراهيم، نتائج مثل هذا الاجتماع أو هذه الزيارة إلى مصر، ما الذي يتوقع أن تخرج به نتائج؟ الملفات كثيرة، الملفات الكثيرة عالقة، منها الأمني منها السياسي، ولكن الملاحظ وكالعادة منذ عشرات السنين الأنظمة العربية تتعاطى مع القضية الفلسطينية من منظور أمني، ولهذا الوفد سيلتقي فقط مع المخابرات المصرية. ما هي النتائج المتوخى؟ أستاذ زياد، أريد أن قبل أن أبدأ يعني الإجابة أريد الملاحظة معك أنه نحن هناك يعني كلام عن الغارات الإسرائيلية الأخيرة، وكأنه هذه الغارات أصبحت من ثوابت تاريخنا لا نناقشها أنا وياك وكل لكننا مهتمين بما هو متحول وليس ثابت. المتحول هو علاقة حماس بمصر، علاقة فتح بإيران، علاقة مصر بالجميع، وللأسف وكأنه هذه الغارات والقتلى وإلى آخره جزء من الروتين. اثنان، أنه الأزمة الداخلية هي أهم من علاقة حماس بمصر. الأزمة الداخلية ما بين غزة ورام الله، علما أنه هناك علاقات رام الله مع مصر وحماس حاليا في مصر، هناك علاقات لرام الله مع إيران، عباس زكي كان مؤخرا في إيران، وطبعا حماس لديها نفس العلاقات، ومع ذلك الأطراف الداخلية لا تلتقي، وهنا الإشكالية الكبرى. ثالثا، بالنظر إلى زميلنا الذي تكلمت معه منذ قليل، الملفات الأمنية التي يتم الحديث عنها هي الشكل الذي يطفو على طبيعة التوتر الحاصل بين النظام المصري وبين حركة حماس. وأعتقد أنه الوفد، وأنا طبعا استمعت بدقة إلى تفاصيل هوية أعضاء الوفد اللي ذاهب إلى القاهرة، يعني أنه حماس بتيارات المختلفة تقريبا موجودة في القاهرة، وأنه الاجتماع مع على مستوى المخابرات أو قائد المخابرات هو، لأنه طبيعة العلاقة الحالية لا تسمح برفع هذا المستوى، وأنه إذا تم يعني إنهاء الإشكالات الحاصلة، وأعتقد ليست إشكالات العلاقة بملفات معينة، ليست موضوع هشام بركات أو موضوع المختطفين، له علاقة بطبيعة
طبيعة العلاقة المستقبلية ما بين مصر كدولة وبين قطاع غزة أيضا كشعب وكأراضي. وأعتقد بالكلام عن الموضوع الحوثي أو موضوع حزب الله كل ذلك، هناك جزء من هذه الدائرة الكبرى نضج معين لحل هذه المسألة ما بين القاهرة وبين غزة. أشكرك جزيلا دكتور محمد قواص الكاتب والمحلل السياسي على حضورك معنا في هذه الحلقة.